السنة والحياة. آداب اللقاء. قيام الرجل للرجل. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فجاء فقال: قوموا إلى سيدكم، أو قال: خيركم. فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال: لقد حكمت بما حكم به الملك. أخرجه البخاري ومسلم. من سره أن يمثل الناس له قياما. عن أبي مجلز قال: خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر رضي الله عنهم، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه أبو داود. التبسم عند اللقاء. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. أخرجه الترمذي. اجتناب مصافحة النساء. عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فقال لنا: فيما استطعتن وأطقتن. قلت: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. قلت: يا رسول الله، بايعنا. قال سفيان: تعني صافحنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. أخرجه الترمذي. عن أميمة ابنة رقيقة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. أخرجه النسائي. مصافحة الرجال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. أخرجه الترمذي. تقبيل اليد. عن أم أبان بنت الوازع بن زارع عن جدها زارع، وكان في وفد عبد القيس، قال: لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. قال: وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته فلبس ثوبيه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله،
أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. أخرجه أبو داود. تقبيل الجسد. عن أسيد بن حضير رجل من الأنصار قال: بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بين يضحكهم، فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود، فقال: أصبرني. فقال: اصطبر. قال: إن عليك قميصا وليس علي قميص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه. قال: إنما أردت هذا يا رسول الله. أخرجه أبو داود. تقبيل الخد. عن إياس بن دغفل قال: رأيت أبا نضرة تقبل خد الحسن بن علي عليهما السلام. أخرجه أبو داود. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ابتاع أبو بكر من عازب رحلا فحملته معه. قال: فسأله عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أخذ علينا بالرصد فخرجنا ليلا فأحثثنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة، ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ولها شيء من ظل. قال: ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي، ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا، فسألته: لمن أنت يا غلام؟ فقال: أنا لفلان. فقلت له: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت له: هل أنت حالب؟ قال: نعم. فأخذ شاة من غنمه، فقلت له: انفض الضرع. قال: فحلب كثبة من لبن، ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، ثم ارتحلنا والطلب في إثرنا. قال البراء: فدخلت مع أبي بكر رضي الله عنه على أهله، فإذا عائشة ابنته مضاجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها فقبل خدها وقال: كيف أنت يا بنية؟ أخرجه البخاري ومسلم.